وحليهاي النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات روحي مرب يوالبهاء أصيبه وحقا عريري عريس قال دعاذا هكذا كلمات كان هكذا عيستبه النبي صلى الله عليه وسلم ومحيه اللهم أنا عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي هذه همي يمرق يحريسك القلب بعد أن كنت حيث النبي صلى الله عليه وسلم إله أدون كاقبانا أدون كاقا أدون كيسيبانا أدون تادا ويل كيديبانا يعني أدون كاقا أبيبك وضا أدون كاقا إلمه سيبانا أدون تادا إلمه ديبانا فود ديدوك عن تادا كتشفتا هذا إمام الله لغا وضا حكم كاقا يقف ليا وحي قضاء يقدر أنا وحوي يقو قدرته عدالة دوي إمادة الظلميين مرنبا مقع كستود ليه ذاهبا كووي دي سنة ونفتا ركو مقعوه أما كتابك نحدي سات كسو ديس أما أحد خلقي كم إذا آد برتي أما أذوق بعد علمي غيبك كل قوني نقطو عدنا آدن أشيقين إلهي أسماء دي سوى فربضان تاي أسماء دا سوى ربما إله وحن كووي دي سنة إن القرآن ككبكتو نور كلاب تايدا إيو ربيعي قلبي جيغا إيو ميتك تكسية مروك تير إيو ميتك همي جيغا تكسية إلهو كنك مركز ساكود عيسوتو إلهي قلبي جيغا وكود جينا يا طبعا.